أنا لا أستطيع أن أكون أن أجرم على هذا الملف، كنت قد تكلمت عليه بمعلومات نحن صحفيين. On détient pas la vérité absolue. أحب يقول بالعربية نحن لا نمتلك الحقيقة المطلقة، نحن نتابع المعلومة، نتابع الأخبار بتطوراتها بانقلابها، وهذا معروف عند أي صحفي محترم ومحترف. اليوم لما نتبع وش كان بالماضي وبين اللاعب عدلي ثم التطورات اللي صارت، عدلي من حقه يتريث، من حقه يقول لك راني شايف مور لاكان وبعد يبدل شاف روحه يلعب في مين وحب يكمل يلعب. الله يسهل عليه، احنا ما راناش هنا باش ناخذوا قرارات في مكان عدلي او اي لاعب اخر. وملف حسام عوار هكذا، ملف حسام عوار ولاعبين اخرين خير دليل على ما اقوله الان. عليك نجيم ان اردنا ان نبقى في المهنيه، ان اردنا ان نبقى مهنيين، لا يجب ان نتاثر بما يوزع لنا من اخبار وتاويلات في المواقع. انت صح، انت بصيف عليك كصحفي تتلقى المعلومه وتمدها كما كانت في تلك الفتره. داكور، انت دوك عدلي خرج باسبور ومد كلمه لواحد الانترينور ولا واحد في لافاف يقول له راح نكون معكم بعدين. انت كصحفي كيش تمد المعلومه؟ تمدها هكذا، ما تقولش رسميا راهو معنا. احنا عمرنا ما قلنا رسميا، احنا قلنا راهو دار روحه تحت الناخب الوطني جمال بن ماضي. من بعد تصل كان هناك اتصال بينهما وطلب مهله اخرى، طلب مهله اخرى. ربي يسهل له، حاب يختار فرنسا يلعب مع فرنسا، حاب يختار الجزائر يلعب مع الجزائر. حنا واش علينا نديروا في كل هذا؟ لماذا ناخذ هذه الزاويه هذه من هذه الزاويه مو منطرق ليها وما كانش منها وطرق؟ لا، انا صحفي نتابع المعلومه بتطوراتها بانقلابها. انا الله غالب ما عنديش فيريتي ابسولي، ولكن حنا علاش ما نقولوش بوكوا نو فون با، وعلاش ما نكونوش، علاش ما نجيبوش لاعبين قادرين ينافسوا في المستوى العالي؟ على ما نخرجوش دوطر بن سبعيني، دوطر عطال، دوطر بوداوي، دوطر بشير بلومي، دوطر زين الدين فرحات اللي خرجوا يلعبوا في اوروبا ويجيبوا الاضافه للمنتخب الجزائري، يوسف بليلي، جمال بن عمري، خرجوا المحترفين وجابوكم بافريك الجزائر، صح ولا لا؟ حنا راكم بافريك باش ديناها، نحبوا نهضروا الواقع، نحبوا نهضروا الكره كيفاش لازم تتسجل، نحبوا نهضروا كاش الواقع لازم يتسجل. حنا جبنا غلام، جبنا بن طالب، جبنا طايدار، جبنا بن فوضيه، جبنا غزال، لاعبين كانوا في اعلى مستوى. اللي كان يلعب في الانتر كان يلعب في الانتر، اللي كان يلعب في شالك 04 في ليغ دي شامبيون كان يلعب في شالك 04، اللي كان يلعب في توتنهام كان يلعب في توتنهام، اللي كان يلعب في 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 في, في بولون في ايطاليا. ولكن هادو كاع في نابولي، اش كدينا بهادوك بدافريك؟ ولا نزيد عطيني واحد من لي سيتيتك كانوا في ليفيكتيف تاع 2019.